السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كي جي ون، هناخد مع بعض في الترم الأول سورة الفاتحة وبعض المعلومات الإسلامية. خد سورة الفاتحة، اسمها إيه؟ سورة الفاتحة. يعني إيه سورة الفاتحة؟ يعني إيه الفاتحة؟ سميت الفاتحة علشان هي موجودة معانا في بداية المصحف، وعندنا كذا اسم ليها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بلغنا بيهم. ايه هي الاسماء التانية لسورة الفاتحة؟ اول حاجة هي الشافية. يعني ايه الشافية؟ يعني لو انا تعبان او في حاجة وجعاني، لما اقرأ عليها سورة الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى يشفيني من الوجع اللي هو عندي. طيب يعني ايه ام الكتاب؟ ام الكتاب يعني القرآن. طيب يعني ايه الكافية؟ اللي هي بتكفينا عن اي شر او اي حاجة انا خايف منها، اروح اقرأ على طول سورة الفاتحة مش هحس باي خوف. طيب يعني ايه التي لا تصح الصلاة الا بها؟ التي لا تصح الصلاة الا بها يعني ان احنا في كل ركعة بنقول سورة الفاتحة في بداية الصلاة. يلا يا كيجي نبدأ مع بعضينا، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قول ورايا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسمعها تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونركز يا كيجي على حرف الذال، لازم نطلع فيه لساننا حاجة صغيرة خالص بين سناننا. أعوذ أعوذ. نأكد تاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبدأ ناخد أول آية معانا: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول تاني يا كيجي: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يا كيجي بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم علشان الملائكة تحفنا وتيجي تسمع القرآن اللي احنا بنقوله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اي حاجة لازم قبل ما نعملها لازم نقول بسم الله. طيب القرآن الكريم نقول فيه ايه؟ لما نيجي نقرأ السورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قول تاني ورايا: بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد معانا تاني آية: الحمد لله رب العالمين. تاني: الحمد لله رب العالمين. نقول تاني يا كيجي: الحمد لله رب العالمين. ركز كده معايا على حرف الدال، نضمه نقول ايه؟ الحمد الحمد. والهاء في لله نقول ايه؟ لله لله. يبقى نقول ايه؟ الحمد لله رب رب العالمين رب العالمين. يبقى ننطقها كلها على بعضها: الحمد لله رب العالمين. طيب يا كيجي يعني ايه الحمد لله رب العالمين؟ احنا يا كيجي لما حد بيدينا بونبوني او حد بيدينا بسكوت بنقول له ايه؟ شكرا او جزاك الله خيرا. طيب ربنا سبحانه وتعالى اللي انعم علينا بالنعم دي كلها، يعني خلى عندنا عينين وعندنا الاذنين وعندنا لساننا اللي بنتكلم بيه وشفايفنا اللي بنحركها ورجلينا اللي بنمشي عليها والفواكه وكل الطعام اللي احنا بنحبه، كل الحاجات دي لازم نقول لربنا عليها الحمد لله. لازم اي حاجة ربنا خلقها نقول عليها ايه؟ الحمد لله. يبقى تاني يا كيجي كرر معايا الايتين: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ودلوقتي يا كيجي هناخد حاجة اسمها البطاقة المحمدية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو اللي بلغنا القرآن، اللي هي زي سورة الفاتحة اللي احنا لسه قايلينها مع بعضينا، هو اللي بلغنا القرآن دوت عن طريق ربنا. فعلشان كده لازم نعرف مين هو الرسول اللي بلغنا القرآن. فالرسول اللي بلغنا القرآن ده اسمه ايه؟ اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما اجي اقول تاني اسم الرسول هنقول ايه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا تيجي، احنا كل واحد ليه بابا، طيب بابا سيدنا الرسول اسمه ايه؟ يبقى اسم ابوه عبد الله. اسم ابوه ايه يا تيجي؟ عبد الله. يبقى تاني لما نقول اسم الرسول كله هنقول ايه؟ اسمه سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ودي يا كيجي كانت البطاقة المحمدية. وسيبكم تلونوا سوء اسم الرسول صلى الله عليه وسلم.